وش اللي يصير يا ابو عرب؟ يا مختار ادلك بالحاله على غبك يا ابو عرب. يا مختار شو عم بتقول؟ وبعدين يا مختار رح نضل ساكتين؟ لقطوا عنده فردين يا عمي ابو حاتم. ولوين اخذوه هلا؟ اكيد على القلعه. رياض؟ مر عمي. روح لعند معتز وقول له يروح هو وادهم لعند ابو شهاب على السريع يخبروه شو صار بابو عرب. وجاب شرف سيد ادهم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شو هالحكي اللي عم تحكي لك ادهم؟ شلون بدنا نساعده عقيد؟ شلون؟ وكل الله. إلا ما نلاقي له دوباره ونفك أسره من القلعة، حتى لو بدنا نهربه تهريب.